نستمع الآن إلى مؤتمر صحفي قبل قليل المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي. السلام جميعا حيثما كنتم. إنها الساعة 6:46. إنه اليوم 25 من الحرب. أنا العميد جوناثان وأقدم لكم بعض التحديثات. هناك خبر جيد أبدأ به، وهو الإفراج عن الأسيرة الإسرائيلية، وهي الآن في أمان مع عائلتها. وسنتحدث عن الوضع الحالي على الأرض في شمال غزة، كما سنتحدث عن الأنفاق وبالتحديد عن مجمعات تحت المستشفيات التي أعدتها حماس في غزة. وبعد ذلك سنذهب إلى الشمال، ما يقوم به حزب الله وما كيف ندافع عن نفسنا وماذا يعني ذلك للمنطقة. لنبدأ أولا بالخبر الإيجابي، وليس هناك الكثير من الأخبار الإيجابية في هذه الأيام. إننا يمكن أن نؤكد بأن الجندية الآن باتت مع عائلتها، وذلك من خلال عملية خاصة للقوات الإسرائيلية والشباك. دخلوا إلى غزة بناء على معلومات استخباراتية، والكثير من الموارد تم تخصيصها لذلك، وهي تمت إعادتها وهي مع عائلتها اليوم. هي بشكل وبصحة جيدة، صحة جيدة جسديا وعقليا، وتقدم معلومات مهمة للعمليات القادمة. والأمر الوحيد الذي يمكن أقوله دون أن أعرض للعملية الخبر هو أننا ملتزمون بإخراج جميع الرهائن، وعددهم 238 وهم الآن في غزة. نتحدث عن ما يحصل على جبهة القيادة الجنوبية. إن القيادة للجبهة الجنوبية الجنرال فينكلمان هو الآن يقود الجنود على الجبهة. بعد هذه الصور هي من داخل غزة، وقواتنا موجودة الآن في غزة، ونوسع عملياتنا في غزة، وقد أجرينا بعض العمليات خلال الأيام الماضية، ونحن نوسع هذه العمليات. والقوات الإسرائيلية موجودة الآن في مناطق مختلفة من شمال غزة وتجري عمليات، ونحن دخلنا كما تشاهدون منذ أيام بعدد كبير من المدرعات بشكل كبير داخل قطاع غزة، وتقبنا ببطء وبدقة مع الكثير من القوة النارية، ومدعومين بالكثير من المعلومات المخابراتية، وتواجهنا مع مقاتلي حماس وهجمناهم على الأرض ومن الجو، واستخدمنا الكثير من الموارد التي هي متاحة لنا. هناك صور أخرى كما تشاهدون، هناك بعض المنشآت التي أقيمت، وذلك في إطار مواجهة حماس داخل المناطق الحضارية المدنية المكتظة بالسكان. والمختلف من هذه المنشآت في الداخل، إن الوضع على الأرض الآن هو أننا نتابع ضرب حماس على الأرض وفي مختلف أنحاء قطاع غزة. وقلنا في السابق بأننا سنستمر في ضرب قطاع غزة، وسنركز على شمال القطاع، وهو المحور، محور وجود حماس في غزة. ولكن سنستمر في ضرب مواقع أخرى في غزة. نحن نطاردهم في كل مكان، ونحارض بناهم التحتية، وسنضرب أي هدف مرتبط في حماس في أي مكان. ولكن نقوم بذلك بكثير من المهنية. إن حماس هي العدو وليس المدنيين. نحن نركز على الأهداف العسكرية، ونركز على الحد قدر الإمكان من الخسائر المدنية، ودعونا المدنيين للتحرك جنوبا، وأضفنا إلى ذلك منطقة مساعدة إنسانية في الجنوب بالقرب من خان يونس، بالتحديد في منطقة المواصي، ونأمل أن يذهب المدنيون إلى ذلك. ونحن سعداء لأن نرى بأن 800,000 شخص غادروا ونزحوا من الشمال، حيث المناطق الأساسية للقتال. منعت حماس الكثيرين من هؤلاء من التوجه، ولكن الكثيرين تمكنوا في النهاية من الوصول إلى الجنوب، وذلك للحفاظ على سلامتهم. والمساعدة الإنسانية ما زالت تستمر في التدفق عبر رفح، عبر الحدود الجنوبية، وهناك المزيد من الوصول إلى المياه وإلى الطعام. وكلما تتقدم الأيام ست
يتم تعزيز تسهيل وصول المساعدة الإنسانية لقطاع غزة. ونحن نفهم بأن الأوضاع صعبة جدا، ولكن ليس هذا ما أردناه وليس هذا ما نحن تسببنا به. 25 يوما من القتال لم نبدأ بذلك ولم نرد ذلك، ولكن نحن الذين سننهي هذه الحرب بشروطنا وسنفكك حماس. لنتحدث الآن عن مستشفى الشفاء. من منكم لم يرى ذلك؟ هذه مشاهد جوية لمجمع الشفاء، وهو أكبر مستشفى في غزة. إن حماس تستخدم هذه المنشأة كالكثير من المنشآت التي تحميها أو هي تعد تحظى بحماية كالمساجد والمدارس ومنشآت الأمم المتحدة. وقد أظهرنا انطلاق صواريخ من قرب هذه المناطق، وأظهرنا كيف تستخدم حماس القرب من هذه المناطق لإطلاق عملياتها. ولكن هذا ما يظهر بالأبعاد الثلاثة ماذا يوجد فوق الأرض وتحت الأرض. هناك منشأة للقيادة العسكرية ومخزن للأسلحة ومخبأ للإرهابيين. هذا يعد انتهاكا للقوانين الدولية، وهذا أمر مرفوض ومكروه، وهذا يعرض الأشخاص في المستشفى للخطر، ويجب إدانة ذلك ووقف ذلك قبل أن يفوت الأوان. في الأثناء تستمر العمليات والضربات الجوية والعمليات الأرضية على الأرض، ونحن نعزز هذه العمليات. لأنطلق قلقا إلى الشمال لنتحدث عما يحاول حزب الله فعله في الشمال، وكيف ندافع عن أنفسنا أمام حزب الله. في شمال إسرائيل هناك هجمات يقوم بها حزب الله عبر الحدود، وحتى الآن يقومون بضرب الصواريخ، أطلاق الصواريخ. أطلقوا عشرات الصواريخ المضادة للمدرعات على منشأتنا العسكرية وعلى مدنيينا، وأطلقوا هذه الصواريخ على جبل جوف وعلى بعض المجتمعات المدنية في الشمال. الكثير من هذه الهجمات تحمل توقيع حزب الله، ونحن نحمي أنفسنا. نحن نستهدف من قبل حزب الله، والجنرال هنيفي وكثيرون آخرون يشرفون على القيادة الشمالية لمواجهة المخاطر. هم على الأرض يراقبون الجنود المنتشرين هناك ويتأكدون من حصول هناك على الموارد اللازمة لمواجهة الخطر. وبالنسبة لمواجهة حزب الله، تشاهدون هنا بعض الضربات التي وجهناها، وهذا جزء مما نقوم به. ضربات نفذها عمليات نفذتها قوات الكوماندوس الخاصة بنا ضد ناشطين في حزب الله وضد مسلحين. إن حزب الله تكبد الكثير من الخسائر، ولكن للأسف نحن أيضا تكبدنا خسائر. ولكن من المهم لدولة لبنان أن تفهم بأنها قد تخسر كل شيء ولا تربح شيء على الإطلاق إذا سمحت لحزب الله بالدخول أكثر في هذه الحرب. يجب على لبنان أن يخرج تماما من هذه الحرب، لأن لا شيء للبنان يربحه في هذه الحرب. هذه هي الأوضاع في الشمال، ونستمر بالانتشار بقوة وبمراقبة شديدة على طول حدودنا، ولن نسمح لحزب الله بأن يصعد هجماته ضدنا وضد مدنيينا. وسنستمر أيضا في العمل في غزة في نفس الوقت وفي أي جبهة أخرى كمواجهة الصواريخ التي أطلقت من سوريا وكل الصواريخ التي استخدمت الأراضي الإسرائيلية كما حصل في إيلات. تابعونا في تحديثاتنا التي نمدها إليكم بسائر الوسائل المتاحة. نحن نعمل على أن تكون هناك معلومات حقيقية وصادقة وفي وقتها، وأمل أن يكون ذلك مفيد لكم. شكراً.